بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا عند قوله فجعله سيئا أي قبيحا، ومحل الكلام في إعراب الآية على قراءتي الرفع والنصب في سواء، وبيان المعنى على كل من القراءتين كتب التفسير. يعني محل الكلام هو المبتدأ، وكتب التفسير هو الخبر. تمام، هو الخبر محل الكلام فيه كتب التفسير. وسيأتي في الأصل الأول من الركن الرابع كلام في هذا المعنى. هذا الذي ذكره المصنف كلام في التجويز، أي تجويز تعذيب المحسن المذكور عليه تعالى عقلا وعدمه، أي عدم التجويز المذكور عليه تعالى، يعني في عند الله تعالى، في حق الله تعالى. تمام، هل يجوز في حق الله تعالى أن يعذب المحسن أو لا يجوز؟ هذا كان خلاف المعتزلة والماتريدية والأشاعرة، الماتريدية والمعتزلة في طرف والأشاعرة في طرف. أما الوقوع، أي وقوع ذلك منه تعالى، فمقطوع بعدمه وفاقا، غير أنه عند الأشاعرة للوعد بخلافه. غير أنه يعني إلا أنه، تعرفون هذا الاستعمال، إلا أنه، إلا أنه عند الأشاعرة للوعد بخلافه، فإنه تعالى وعد في كتبه المنزلة وعلى ألسنة رسله بإثابة الطائع، وعند الحنفية وغيرهم كالمعتزلة لذلك الوعد ولقبح خلافه، يعني لأمرين، للوعد ولأنه قبيح، يعني صدور هذا من الله تعالى، هذا الفعل صدوره من الله تعالى قبيح. يعني ولقبح خلافه، أي خلاف الموعود به من الإثابة، يعني الموعود به للمحسن هو الإثابة، من هنا يبين الموعود به، الموعود به من الإثابة، الذي هو الإثابة، الموعود به هو الإثابة. خلاف الإثابة يعني تعذيب المحسن، لا إثابة المحسن، هو قبيح، أمر قبيح، الله تعالى لا يعذب المحسن لأنه أمر قبيح. وقد تقدم أن محل الاتفاق في الحسن والقبح العقليين إدراك العقل قبح الفعل بمعنى صفة النقص، وحسنه بمعنى صفة الكمال. هل تقدم هكذا حقيقة؟ ما رأيكم؟ هل في شيء في الألفاظ يعني مهمة ولم يعبر عنه؟ يعني هل ركزتم هنا؟ وقد تقدم إدراك العقل قبح الفعل، يعني كأنه خرجوا، يعني الشعر خرجوا من محل النزاع، فمفاد الكلام سيأتي هذا هو. نرجع إلى صفحة 144 بحسب طبعة دار الطلائع، 144 في بداية مبحث الحسن والقبح. ماذا قال بالنسبة للمعنى الأول، الإطلاق الأول للحسن والقبح؟ قال، قال في النص في المتن: لا نزاع في استقلال العقل بإدراك الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال وصفة النقص كالعلم والجهل. صح؟ طيب، ما المختلف هنا في هذه العبارة الجديدة في صفحة 168؟ وقد تقدم أن محل الاتفاق، يعني الإطلاق الأول مثلا، إدراك العقل قبح الفعل بمعنى صفة النقص وحسنه بمعنى صفة الكمال. قبح الفعل، جميل. هل هذا الفرق يؤثر؟ ما رأيكم؟ يعني هناك في بداية المبحث لم يذكر الفعل في من إطلاقات الحسن، نتكلم عن الحسن والقبيح، بل كان الأمثلة العلم والجهل، مثال العلم والجهل مثال الصفات، ليست مثال أمثلة الأفعال. صح؟ وحتى أن الشارح لما قال وكالعدل والظلم، نحن علقنا عليه، قلنا مثال العدل والظلم إطلاق الحسن على العدل وإطلاق القبيح على الظلم،
لا يكون بهذا المعنى الأول خلافا للشارح، بل يكون بمعنى الثاني، حيث إن كبار المحققين مثل الإمام السعد في شرح المقاصد جعل هذين المثالين العدل والظلم هما من أوصاف الأفعال، صح؟ هما من أوصاف الأفعال، ليس الصفات القائمة بالذات العدل والظلم، بل هما من أوصاف الأفعال، يقال هذا الفعل عدل وهذا الفعل ظلم، يعني إطلاقهما على الرجل من حيث أنهما صفتان له للرجل ليس على حقيقته في الحقيقة، بل من حيث أنه نسبة الفعل إليه فلذلك يتصف به، وإلا في ماهيته العدل والظلم أفعال صفات الأفعال ليس صفات الذات، تمام؟ أوصاف الأفعال. حتى قلنا هناك في بداية المبحث أن السعد الإمام التفتزاني في شرح المقاصد جعل هذين المثالين العدل والظلم تحت الإطلاق الثاني بمعنى ملائمة موافقة الغرض أو ملائمة الغرض وعدمها، صح؟ قلنا هذا أمر مهم، هذا الفرق، يعني الأمر الأول هو صفة الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال والنقص بالنسبة لما لا يتعلق به اختيار العبد، نفس ماهية العلم ونفس ماهية الجهل ليس من مقدور العبد، بل ما هو مقدور العبد هو النظر أو عدم النظر، عدم التعرض لوسائل تحصل العلم أو الجهل، يعني مثلا، تمام؟ هذا مهم. إذن هنا ذكر الفعل فيه ما فيه. أنا لا أعرف أحدا من الأشاعرة يقول بأن العقل يدرك حسن هذا الفعل بمعنى صفة الكمال، الفعل الاختياري من أفعال العباد. هذا تعليق، خذوه نفكر فيه على الأقل، صح؟ يعني لابد أن نتعلق عنده، نتوقف عنده، يعني هذا التغيير. طيب، وكلامنا في الأفعال، صح؟ أفعال الله تعالى وأفعال العباد، وهنا فعل الله تعالى، صح؟ تعذيب هو خلق من خلق الله تعالى، فعل من أفعال الله تعالى، تعذيب المحسن فعل من أفعال الله تعالى. هل يقول أحد من الأشاعرة أن فعل من أفعال الله تعالى يتصف بالحسن والقبيح في نفسه والعقل يدرك هذا؟ يمكن أن يتصف يعني في نفس الأمر، بل كل أفعال الله تعالى حسنة لأنه لا يتصور القبيح فيه أصلا، تمام؟ طيب، أخونا علي علوي تريد أن تسأل وتتكلم؟ تفضل. إن أخونا علوي حاول أن يبين تأثير الفرق في العبارة لما نقل هنا في الموضع الثاني، يقول لعل ما يرد على القول بحسن الصفات أو مثل العلم والجهل ما لا يرد عليه قد يرد على حسن الأفعال أو قبح الأفعال. أنا الفعل غير الصفة القائمة بالنفس، الكيفيات أو الصفات في أنفسها، ماهيات الأشياء، ماهية العلم كمال وحسن في نفسه، ولكن لما ننظر إلى الأفعال ليس كلامنا في الأفعال في الإطلاق الأول، يعني قد يرد على الأفعال أمور، يعني هذا الفرق قد يؤثر، يعني يقول لأن أصلا مثلا كما قلنا أفعال الله تعالى حسنة كلها عند الأشاعرة، لكن لا بمعنى أنه يناسب الحكمة فلذلك حسنة، يعني بل هكذا حسنة، الله تعالى فاعل لما يشاء، فاعل لما يريد، يعني كل ما يريده يفعل بدون أي تحديد من الحكمة وغيرها، ما في شيء تحديد لتعلقات إرادة الله تعالى وقدرته، وكل ما فعل حسن لأنه لا يتصور كونه قبيحا، يعني كل ما فعل حسن نطلق عليه لفظ الحسن، يعني بمعنى أنه ليس قبيح أو بمعنى آخر ما لا يهمنا، هو يفعل ما يريد، حتى لو أراد تحسين تعذيب المحسن يفعل، وهو يمكن في إرادته وممكن في نفس الأمر وهو حسن، لأنه لا يتصور القبح في الفعل أصلا، يعني تمام، لا يتصور القبح في أفعال الله تعالى. إذن
إذن لما نقول الفعل هل يمكن أن نقول بهذا المعنى فعل الله تعالى حسن بمعنى صفة الكمال؟ هل مثلا نطلق عليه بمعنى صفة الكمال؟ لا، ليس الفعل صفة كمال بالنسبة لله تعالى، صح؟ وإلا يكتسب الكمال، يحتاج إلى الكمال بالأفعال، صح؟ أصلا عندنا ليس فعل من الأفعال كمال، لا فعله ولا تركه عند الأشاعرة، صح؟ ليس صفة كمال يعني أصلا عندنا. لما نطلق عليه الحسن، جميع أفعال الله تعالى حسن بمعنى أنها ليست قبيحة، ونفي القبح عنها لأنه لا يتصور القبح في أفعال الله تعالى، تمام؟ إذن هل غير أفعال الله تعالى، إذن بما كان تعذيب المحسن فعل من أفعال الله تعالى بالاتفاق، صح؟ تعذيب المحسن، هل يطلق عليه الحسن بهذا المعنى عند الأشاعرة؟ إذا قالوا أن الحسن يطلق أيضا بمعنى صفة الكمال، لا، لا يلزم ولا يطلقون، لأنه صفة الكمال لا يطلق على الأفعال معنى صفة الكمال، الأفعال ليست نفس الأفعال كمالا، تمام؟ بل تدل أفعال الله تعالى ليس أنفسها كمال، بل تدل على صفات الله تعالى الكمالية. فرق بين الأفعال نفسها كمالا يكتسب بها الفاعل أو يتصف بهذا الكمال الفاعل، وبين كون الأفعال دالة على صفات الله تعالى القائمة بذاته الكمالية. فمن حيث هو الفعل ليس صفة الكمال، من حيث هو فلذلك لا يطلق على أفعال الله تعالى أنها حسنة من جهة أنها في أنفسها صفات الكمال، بل من جهة أنها ليست قبيحة، بمعنى يعني نفي القبح هنا أنه لا يتصور القبح والحسن في الأفعال أصلا بهذا المعنى، تمام؟ حتى في أفعال العباد لا يتصور، فكيف في أفعال الله تعالى؟ صح؟ هل في أفعال الله تعالى، في أفعال الناس هل يتصور صفة الكمال والنقص يعني في نفسه؟ يعني الفعل في نفسه إما كمال وإما نقص بغض النظر عن الاعتبارات والوجوه. هل يقال هذا الكلام عند الأشاعرة؟ يعني يطلق عليه على الفعل من أفعال العباد أنه حسن أو قبيح بمعنى هو صفة الكمال، يعني ما رأيكم؟ يعني لا يبعد أن الإطلاق، فقد فكروا فيه، قد تمنعون وقد تقبلون. يعني ولو بنوع من التوسع، يعني لأن الفعل هذا يعني هو بمعنى صدر من العبد، هو العبد متصف بهذا الفعل بمعنى الصفة، لأن الفعل هنا الصفة أعم من كونه فعلا أو كيفية قائمة بالنفس، يعني من كونه نسبة صدر من العبد تتعلق بالمقدور أو بالمفعول أو لا، يعني تمام؟ ما رأيكم؟ فكروا فيه على كل حال. طيب، فلذلك يعني في شيء هنا في إدراج لفظ الفعل، مصطلح الفعل في نقل محل الاتفاق، في نقل محل الاتفاق، في إدراج لفظ الفعل هنا فيه تأمل على الأقل، تمام؟ قد يكون لا يضر لدعاويه بعد ذلك، لدعوى المصنف بعد ذلك أن الأشاعرة غفلوا عن محل النزاع ومحل الوفاق أو لا، يعني بغض النظر عن الصواب، لكن لا بد من تأمل فيه. نكمل. طيب، وكثيرا ما يذهل أكابر الأشاعرة عن محل النزاع في مسألتي التحسين والتقبيح العقليين لكثرة ما يشعرون في النفس أن لا حكم للعقل بحسن ولا قبح. هذا حكم ابن الهمام على أكابر بعض أكابر الأشاعرة، وكثيرا ما، ليس مرة واحدة. هل هذا الزعم صحيح حقيقة؟ أنا شخصيا إلى الآن لم أقرأ لكبير من أكابرة الأشاعرة ما هو يشعر بأنهم يخرجون عن محل النزاع، يعني في كلامهم أو يذهلون عن محل النزاع، بل لم نتعلم محل النزاع
إلا من تقريراتهم ومن مناقشاتهم. يعني هذه دعوة عظيمة، يعني كثيرا ما يذهل أكابر الأشاعرة، وعبارة السعد التي ستأتي لا تدل على أنهم ذهلوا عن محل النزاع يعني تماما، تمام، يدل على شيء آخر، يدل على ضبط مصطلح النقص العقلي والنقص العقل الفعلي، وكما أنه في اختلاف في لفظ المواقف بالنسبة لنقل المصنف بالمعنى، تمام. يعني عبارة سعد لا تدل عن، هو لا ينسب لكبار أشعرتهم ذهلوا عن محل النزاع، يعني هم يعرفون محل النزاع، لماذا يشكون في مدلولات هذه العبارات أو يرون السواء بينهما، وكأنه يقول مدلولات شو اسمه القبح العقلي والنقص العقلي نفس الشيء، يعني تمام، هذا الشيء آخر، يعني لا أنهم يعني عند النقاش يذهلون عن محل النزاع. يعني صعب جدا أن ينسب إلى هؤلاء، يمكن ينسب إلى واحد اثنين مرة مرتين، لكن يعني مثل الإمام الجويني والباقلاني هم أسسوا أصلا مذهب الحسن والقبح الشرعي بالدقائق وتفاصيل وتعمق عجيب جدا، يعني فمن يذهب ويطلع على كلامهم يرى العجائب، يعني الإمام الجويني والباقلاني، تمام، والإمام الغزالي وغيرهم من الأئمة الكبار. طيب نرجع، وتحير التفتزاني بالنسبة لتدقيقات صدرت من في ضبط الألفاظ لصاحب المواقف الإيجي، يعني ليس بالنسبة لمثل الجويني وكذا، كيف وهو ينقل عن الإمام الجويني في كثير من المواضع الصعبة في مناقشات في تحرير محل النزاع أو إلى آخر، يعني الإمام التفتزاني مثلا، تمام، كثيرا ما ينقل عن الإمام الحرمين يعني في حل المسألة وفي فصل المسألة ينقل عباراته من الإرشاد، نعم، أو البرهان يمكن. طيب يعني هذه دعوة عريضة تحتاج إلى التوقف في صحتها، نبدأ من التأكد هل حقيقة ذاهلوا، يعني فذهب لذلك عن خاطرهم محل الاتفاق وهو الحسن، بمعنى وهو الحسن بمعنى الحسن، يعني حسن معين بمعنى صفة الكمال، لم يقل حسن الفعل هنا مثلا الشارح، قال والحسن بمعنى صفة الكمال، هذا تمام هو محل الاتفاق، الحسن بمعنى صفة الكمال، لكن انطباق هذا اللفظ على ذوات الأفعال نفسها فيها نظر، يعني على الأقل فيها التأمل، نحتاج إلى التأمل. والقبح بمعنى صفة النقص، حتى تحير كثير منهم أي من أكابر الأشاعرة في الحكم باستحالة الكذب عليه تعالى، يعني قوله تحير يوهم كأنهم لم يعرفوا ما الحكم، لا هم لم يتحيروا، بل صاحب هذا القول هو الإمام الجويني والباقلاني، هم واضحون في دعواهم، بل تحيروا في بأي وجه، حتى ما تعين، يعني بحثوا عن وجه الدلالة في هذا الحكم، هل هو الشرعي أو العقلي، ما مناسبته بإثبات دلالة المعجزة إلى آخر، يعني هل يكون هناك دور في الاستدلال إلى آخر، تكلموا في دقائق الاستدلالات، ناقشوا وبحثوا عنها، ما تحيروا في أصل الدعوة أنه يمتنع الكذب، وأنه أصلا الكذب بمعنى القول والفعل خلق فعل يدل على شيء لا يصدق أصلا ليس شيئا، يعني أمر في غاية الإمكان، يعني عند الإمام الجويني والباقي لأنه واضح عباراتهم، تمام، لم يتحيروا في أصل المسألة، يعني ما هو الحكم، يعني هل نقول بأنه يستحيل الكذب على الله تعالى، يعني وراء الألفاظ، يعني هل نقول هذا، لا لم يتوقفوا، قالوا خلق فعل الكذب، يعني خلق فعل أو لفظ يدل على الكذب ليس أمرا مستحيلا، انتهى الكلام، يعني عندهم واضح كلامهم. طيب على كل حال، حتى تحير كثير منهم أي من أكابر الأشاعرة في الحكم باستحالة الكذب على الله تعالى لأنه نقص، يعني هل الوجه لأنه نقص، والجويني صرح بأنه من حيث قضية النقص والكذا هذا لا يثبت، يعني في دلالة هل يمكن أن يخلق الله تعالى يعني معجزة مع أن النبي المتنبي، يعني ليس النبي صادقا، ليس المتنبي صادقا مثلا، الإضلال وخلق الكذب يعني إلى آخر مثل هذه الأشياء، نعم خلق ما يدل على كذبه
أو ما يدل على صدقه لكنه في نفس الأمر كذب، مثل هذه الأمور يعني. طبعا نحتاج إلى تحقيق العبارات. نعم، لأنه نقص. لما ألزم المعتزلة القائلون بنفي الكلام النفسي القديم الأشاعرة، يعني لما ألزم المعتزلة الأشاعرة القائلين بإثباته الكذب على تقدير قدمه في الإخبارات، يعني بنفي الكلام النفسي القديم، لما قال على تقدير قدمه، يعني على تقدير قدم الكلام النفسي، تمام، على تقدير الكلام النفسي، قدم الكلام النفسي، قوله الكذب على تقدير قدمه في الإخبارات، في يتعلق بالكذب، يعني الكذب في الإخبارات. لما ألزم المعتزلة الأشاعرة بالكذب في الإخبارات، تمام، ألزمهم بالكذب في الإخبارات بإثبات وجود الكذب، يعني بإثباته الكذب في الإخبارات. نعم. طيب، قالوا قد أخبر الله تعالى بلفظ الماضي نحو إنا أنزلناه، إنا أرسلنا، عندي إنا أرسلنا سورة هود، هكذا يعني حقق المصنف أو عين الآية، لكن إنا أرسلنا، صح المفروض؟ مثلا سالوجي أرسلنا، مش مقامات سورة، تمام، يمكن يعني على كل حال لا يختلف المعنى، يعني في أرسلنا وفي أرسلنا، كلاهما يدل على الماضي يعني. تمام، أرسلنا من سورة قمر، أرسلنا نسخة على الأقل، تمام، ما في مشكلة. أو مثلا قال موسى، أو عصى فرعون، مثلا عصى فرعون، مثل هذه الأفعال الماضية، صح؟ ولا شك أنه لا إنزال ولا إرسال في الأزل، لا إنزال ولا إرسال في الأزل، فلو كان كلامه قديما لكان كذبا، لأنه إخبار بالوقوع في الماضي، إخبار بالوقوع في الماضي، ولا يتصور ما هو ماض بالقياس إلى الأزل. يعني هذا استدلال، يعني لو كان كلامه قديما لكان كذبا، لأنه إخبار بالوقوع في الماضي، ولا يتصور ما هو ماض بالقياس إلى الأزل. ما رأيكم بهذا الاستدلال؟ إذا كنتم أشعريين مثلا، لو وقف أمام هذا الاستدلال أشعري، ماذا يقول؟ ماذا يمنع، يعارض، ينقض؟ ما رأيكم؟ المقدمات واضحة، صح؟ المقدمة الأولى، لو كان كلامه قديما لكان كاذبا، وجاء بدليل على هذه المقدمة، استدل على مقدمة معينة، يعني وكون كلامه كاذبا باطل طبعا، لازم واضح، لكن استدل على الشرطية، لأنه إخبار بالوقوع في الماضي، ولا يتصور ما هو ماض بالقياس إلى الأزل، بيان الشرطية. ماذا تفعلون في بيان الشرطية كالمانعين؟ إن كان عندكم مانع يعني طبعا، أو معارضة أو نقد، أو تسلمون الدليل مثلا، إذا سلمتم الدليل يلزمكم إنكار الكلام القديم، كلام النفسي القديم. فكروا فيه، نجعل هذا امتحانا إن شاء الله في الامتحان، أو نعمل كويز، لا نعمل كويز، طيب، لأنه شوية صعب يعني، أي المقدمة ممنوعة في بيان الشرطية. deşifre edelim mi buradaki istidlal? Yapı bozumuna uğratalım mı? Çok basit bir dil tahliliyle. Mugalatayı ortaya çıkaralım mı? Ne dersiniz? Mugalata vadiha. Fakat ihtiyacı ile şöyle tenebbuh fil alfad. طيب سلمان تفضل. في الماضيكي فيني في إخبارن ديل وكون ظرفه. بارك الله فيك، بالضبط كنت أريد هذا، شيء سهل جدا، فقط في مغالطة، كأن الإخبار نفسه حصل في الماضي، لا في متعلق بالوقوع. إن كنت تقصد في يتعلق بالوقوع، نقول لأنه إخبار بالوقوع في الماضي، وهذا لا يلزم أن يكون ما هو، ولا يتصور ما هو ماض بالقياس إلى الأزل، هذه المقدمة الثانية ممنوعة. إن كنت تعلق، نقول للمستدل، إن كنت تعلق في بالوقوع، فالمقدمة الثانية ممنوعة،
يعني ما لا يتصور ما هو ماضي، هو ليس ماض هكذا، الإخبار ليس في الماضي، يعني لا نسلم أن نفس الإخبار في الماضي حتى يقال لا يتصور ما هو ماض، الإخبار هو عينه ليس ماضيا حتى تقول بقياس إلى الأزل، الإخبار في الأزل وليس ماضيا، الذي هو في الماضي هو الوقوع. تمام، جميل جدا سلمان، هكذا يعني لابد أن ندقق في اللغة حرف في بماذا يتعلق. إن كنت تعلقه بالوقوع فلا نسلم المقدمة الثانية، وإن كنت تعلقه بالإخبار لا نسلم المقدمة الأولى، فبطل الاستدلال يعني أن نمنع المقدمة لكون الإخبار في الماضي، يعني في ظرف زمني ماضي، بل هو في الأزل ليس في الماضي نفس الإخبار. تمام، يعني هذا أقصر جواب. هكذا أيها الإخوة، لما نقرأ الاستدلالات في الكتب لابد أن ندقق أولا في الألفاظ في المعاني، نتابع كل كلمة كلمة، ماذا قصد من هذه الكلمة، ماذا جعل المفعول، أين الفاعل، أين الحال، إلى أين يتعلق، بماذا يتعلق هذا حرف الجر، ما مفاد التركيب بالنهاية. تمام، يعني لابد من أن يستخدم الآلات اللغوية والمنطقية لبيان ما أحسسنا به من الإشكال في الاستدلال، وإلا لا يسمع يعني كلامك أن هذا الدليل فيه شيء، يعني شو بدي فيه شيء، يعني لابد أن تبين يعني صح هذا الدليل فيه شيء يعني، أو أنا أمنع هذا الدليل، قلنا مرارا يعني أنا هذا لا يليق أبدا، لا يليق يعني، لابد أن تبين ببيان واضح، تستخدم الآلات الواضحة يعني، وإلا لا نستطيع، لأن المخاطب قد لا يكون سوفسطائيا، قد لا يكون غلط عمدا يعني. تمام، المستدل قد لا يكون غلط في استدلاله عمدا، هو هكذا يعني توهم بهذه الألفاظ أنه حصل له دليل، مع أنه وراء الألفاظ ليس شيئا، ليس شيئا، إما مصادرة أو مقدمات ممنوعة يعني، واضحة المنع يعني. طيب، فضلا عن كون الإخبار والخبر الفرق بين الخبر والإخبار، يعني كل هذا الكلام من أتفه الكلام، يعني إلزام الأشاعرة في الكلام النفسي بكون دلالة اللفظ، كون مدلول اللفظ في الماضي والكلام في الأزل، يعني عندنا هذا الكلام القديم النفسي هو ليس الذي يدل عليه، يدل على هذا المعنى هو الذي حادث وفي الماضي. إذا كنت تقصد بقدم الإخبار، إذا كنت تقصد من الإخبار الكلام النفسي، فهو ما في مشكلة في قدمه، ولا مشكلة فيما يدل من حدوث اللفظ، يعني اللفظ الحادث الذي يدل على هذا الكلام القديم، ما في مشكلة، ولا مشكلة على مدلول اللفظ الحادث كونه حادثا يعني أبدا، ما في مشكلة. وإن كنت تقصد نفس الخبر القديم، نحن لا نقول القول الدال على الكلام النفسي القديم لا نقول بقدمه أصلا، يعني كلام في غاية التفاهة يعني هذا الإلزام يعني. مع ذلك، الإمام ابن الإمام يذكر هذا الإلزام توطئة لإظهار تحير الأشاعرة يعني في سلب كون كذب، كون استحال، كون نفي الكذب من الله تعالى نقصا يعني. ماذا تقصد من الكذب؟ تقصد الكذب في الكلام القديم أو في الكلام الحادث؟ الخلاف في الكلام الحادث، كلام الجويني وأشاعرة كبار الأشاعرة. طيب، فالكذب يعني، فلفظ الكذب في المتن مفعول لألزم، وفي الإخبارات وفي الإخبارات يعني لفظ في الإخبارات ظرف للكذب، والضمير في قدمه في المتن يعني لفظ قدمه للكلام، وهو أي الكذب مستحيل عليه تعالى، بالاتفاق الكذب مستحيل عليه تعالى، بمعنى يعني كلامه النفسي، لا خلق لفظ يدل على الكذب، نفس الكذب بهذا الإطلاق لا أحد يقول به الله تعالى حاشا مثلا كاذب، أو له كذب، أو كلامه كاذب، لا أحد يطلق بهذه الألفاظ، لكن الخلاف ليس في هذه الألفاظ، خلاف فيما يدل على كلامه القديم، هل يمكن
هل يمكن أن يخلق لفظا الله تعالى، أن يخلق لفظا يدل على الكذب مثلا، يدل على شيء كاذب؟ هذا هو يعني. طيب نكمل. وهو أي الكذب مستحيل عليه تعالى لأنه نقص، وقد أجاب الأشاعرة عنه بأنه إنما يدل على حدوث اللفظ وهو غير المتنازع. يعني غاية ما في هذا الاستدلال، لو سلمنا هذا الاستدلال السابق الذي ناقشناه، أنه يدل على حدوث اللفظ لا يدل على حدوث الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى، غاية ما في الاستدلال، تمام؟ وهو غير المتنازع، كما هو محقق في محله، وقد مر في مباحث صفة الكلام. وقوله حتى قال بعضهم، يعني حتى تحير كثير منهم، حتى قال بعضهم غاية لقوله، يعني هذا القول من المصنف غاية لقوله حتى تحير كثير منهم، أي فأدى تحير الكثير من أكابر الأشاعرة إلى أن قال بعضهم، ونعوذ بالله مما قال، يستعيذ بالله من هذا القول، ونعوذ بالله مما قال: لا يتم استحالة النقص عليه تعالى إلا على رأي المعتزلة القائلين بالقبح العقلي. النقص عليه تعالى بمعنى النقص في فعل من أفعاله، ليس النقص في صفة من صفاته القائمة بذاته تعالى، ليس الكلام في الصفات القائمة بذاته تعالى، الكلام في إذا قلت إذا خلق الله تعالى لفظا يدل على الكذب أو لا يدل على كلام القديم إلى آخر، مثل هذه الأشياء، الإضلال، صح؟ الإضلال مثلا، يخلق المعجزة على يد كاذب، صح؟ إذا خلق المعجزة على يد كاذب ماذا يكون؟ يحصل عند الناظرين للمعجزة، المتعرضين للمعجزة، تصديق كلام الأنبياء ونسبتها إلى الله تعالى، مع أنه كاذب، الرجل كاذب، الرجل كاذب. هل يمكن أن يخلق الله تعالى فعلا معجزة تحصل تصديقا اعتقادا في قلوب المتعرضين للمعجزة، حيث يعتقدون صدق مدلول صدق لفظ هذا الرجل المتنبي الكاذب، وهو يكون في نفس الأمر كاذبا؟ يعني هل يمكن أن يضل الله تعالى عباده، يهدي به من يشاء ويضل من يشاء ويضل من يشاء ويضل من يشاء من عباده، ظاهر الآية معنا، يضل من يشاء من عباده. هل يمكن أن وصلت درجة الإضلال إلى مثل هذا، خلق المعجزة على يد الكاذب؟ يعني في طبعا تفاصيل عند الأشاعرة، في كلام وأقوال عند الأشاعرة، لكن ما هو يشنع على البعض الأشاعرة، هم يقولون وجمهورهم، والمذهب هو، مع أنه يخالف نفس الرأي الأشعري، والمذهب عند الجويني والباقلاني وغيرهم أن الإضلال جائز، يجوز يعني هذا الفعل. بعد ذلك هل يقال الله تعالى كاذب إذا جاز هذا وخلق الله تعالى هذا في فترة من الفترات؟ هل يقال الله تعالى كاذب، أو هل ينسب له الكذب على هذا القول عند الأشاعرة؟ لا. إذا على ماذا تتكلم؟ يعني يستحيل بما لا يتم استحالة النقص عليه، بأي معنى يتكلمون في النقص؟ يتكلمون في كون هذا الفعل نقصا أو لا، يناقشون في شيء دقيق جدا، ليس في شيء قائم في صفة قائمة بذات الله تعالى، هل هي نقص أو لا. العقل إذا لم يقل بصفة بالحسن، إذا قال بال بال إذا قبل الأشاعرة المعنى الأول للحسن والقبح، يجب عليهم أن يحكموا بالحسن والقبح حتى يدفعوا هذا النقص من ذات الله تعالى. يعني ما هذا الكلام؟ طيب، ونعوذ بالله مما قال: لا يتم استحالة النقص عليه تعالى بالنسبة إلى الفعل. نعم، بالحسن والقبح لا نستطيع أن نقول هل لله تعالى أن يخلق المعجزة على يد كاذب، حيث يحصل عند كأنه صدق الكاذب، كأنه يعني خلق في قلوب العباد تصديقا اعتقادا بصدق كلام هذا الرجل، مع أنه في نفس الكذب. هذا الفعل هم اختلفوا فيه، هل يمكن أن يصدر هذا الفعل من الله تعالى أو لا؟ لا من جهة كونه نفسه كذبا، يعني هذا الفعل كونه صادرا من الله تعالى أو لا. يعني
لا يمكن أن يقال هذا الفعل نقص، فلذلك الله تعالى منزه عنه. هذا الكلام لا يعني نقص بمعنى نفسه، يعني قبيح من الله تعالى. لا أحد يعني يقول، يعني هم ناقشوا في هذا، يعني كيف أقول، يعني ناقشوا في هل هذا الفعل ممكن الصدور أو لا، هل هو ممكن في نفسه وقوع مثل هذا الأمر، ممكن في نفسه أو لا. لا أنه هل هو نقص بمعنى أنه قبيح ندفع ذات، ننزه الله تعالى عن هذه الصفة القبيحة بمعنى صفة النقص. هل هذا خلافهم؟ ليس خلافهم، هذا ليس مناقشتهم في هذا، يعني تمام. لا يتم استحالة النقص عليه تعالى إلا على رأي المعتزلة القائلين بالقبح والعقل. يعني الأشاعرة في بينهم لما ناقشوا هل خلق المعجزة على يد الكاذب أمر ممكن في نفس الأمر أو لا، قال جمهورهم بعد الإمام الأشعري الباقلاني والجويني وكثير، نعم يمكن، يمكن، قالوا يمكن. الإمام الأشعري نفسه رأي هو لا يرى إمكانه بسبب له دليل، وأيضا ليس دليله منبني على الحسن والقبح، وليس دليل الذين يقولون أنه يمكن فبعد ذلك يعني يتوسلون بالحسن والقبح أو هي نتوسل به أو لا. لا، ليس هذا الكلام يعني. إلا على رأي المعتزلة القائلين بالقبح العقلي، وحتى قال إمام الحرمين لا يمكن التمسك في تنزيه الرب جل جلاله عن الكذب بكونه نقصا، بمعنى أنه لأن لا يمكن أن يقال خلق المعجزة على يد الكاذب، على يد الكاذب لا يمكن أن يمنع أن يقال باستحالة خلق المعجزة على يد الكاذب بدعوى أن هذا كذب، أن هذا سيؤدي إلى الكذب في كلام الله تعالى وهو نقص. يقول لا يقال هذا الكلام، هذا الاستدلال لا يمنع، فلذلك هو يقول بجواز الإضلال. الإمام الجويني لا يقبل مثل هذا الاستدلال، أنه يلزم منه الكذب في حق الله تعالى، بمعنى يتطرق الكذب. إذا كنت تتكلم عن الكذب بمعنى النقص في الفعل، يقول ما في مشكلة عندي، يعني الفعل كونه فيه مفاسد أو كذا، يعني مفاسد للعباد، يعني صح العباد يضلون، هل المشكلة فيها مفاسد؟ ما في مشكلة، يعني هذا لا يحدد إرادة الله تعالى، الله تعالى يريد مفاسد، يمكن أن يريد المفاسد للعباد، ما في مشكلة. يعني هو يقول لا يمكن أن يدعى امتناع خلق المعجزة في يد الكاذب بدعوى لزوم الكذب في حق الله تعالى، بمعنى أن هذا الفعل سيكون كذبا والكذب نقص. يقول لا يمكن الاستدلال على الامتناع بهذا، لأن هذا مبني على الحسن والقبح العقلي. يقول تمام، لا يمكن أن يرى هذا الفعل نقص كذب ونقص وممتنع في حق الله تعالى، فلذلك لا يمكن أن يقع إلى آخر. يقول هذا الاستدلال لا يصح. أين هذا الكلام من كون صفة قائمة بذات الله تعالى تتصف بالكذب، ونحتاج إلى الحسن والقبح العقلي حتى ندفع الكذب من كلامه القديم؟ أين هذا من ذاك؟ يعني هل كون الله تعالى خلق معجزة على يد الكاذب فخلق بعد ذلك في قلوب المتعرضين لهذه المعجزة اعتقادا بصدق كلام هذا الرجل الكاذب، ومع أنه في نفس الأمر كذب هذا الكلام، هل مثل هذين الخلقين هل يستلزم كون كلام الله تعالى القديم النفسي كذبا أيها الإخوة عند الأشاعرة؟ لا يستلزم. إذن ما الإلزام؟ يعني أين الإلزام؟ ما أين هذا التهويل يعني من الإمام ابن رمان؟ نعم نعم الآية الكريمة أخونا تنقل تفيد ما ذهب إليه الأشاعرة، ظاهر هذه الآية يفيد ما ذهب إليه الأشاعرة. قال الله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
يعني واضح أنه ينسب إلى الله تعالى إرادة الإضلال والإغواء ابتداء، لا حجر على إرادة الله تعالى، صح؟ لا حجر على إرادة الله تعالى، حتى لو أراد الإغواء والإضلال لفعل، ولا أحد يستطيع أن يمنع، ولا النصح ينفع ولا أي شيء ينفع، صح؟ هل القول بجواز الإضلال هل يستلزم الكذب في صفات الله تعالى أو في كلامه النفسي القديم؟ لا يستلزم، قلنا لا. انتبهوا يعني إلى هذا الربط، يعني تمام، من يجعل المناقشة في دفع الكذب من الله تعالى بالنسبة لكلامه القديم هو لم يفهم مراد الأشاعرة أصلا، ولم يفهم مناقشاتهم بينهم، يعني هم يناقشون شيئا دقيق جدا، بعد إبطال الحسن والقبح يناقشون هل يتصور أن يخلق الله تعالى معجزة على يد الكاذب في نفس الأمر؟ اختلفوا في هذا الأمر الدقيق، وبعضهم استدلوا بشيء، وقال الإمام الحرمين هذا الاستدلال استدلال بالنقص، والكذب نقص في حق الله تعالى لما خلق شيئا يدل على تصديق الكاذب إلى آخر. يقول هذا الاستدلال لا يتم إلا على الحسن والقبح العقلي، وهو ليس مذهبنا، لا يجوز الاستدلال بهذا، فلذلك يبقى الأمر ممكنا. لله درهم ما أدق بحوثهم، صح؟ ما أدق بحوثهم. يعني هذا النقاش من الإمام الجويني في صحة بعض الاستدلالات داخل المذهب لا يعني أنهم تحيروا في من في سلب الكذب عن الله تعالى. يعني من تحير في سلب الكذب عن الله تعالى وأنه نقص؟ يعني إذا كنت تقصد بالنقص، ويستحيل أن يقع شيء الممتنع لذاته أن يقع صفة ناقصة في ذات الله تعالى، إذا كنت هذا نعم، بمعنى مثلا كلامه لا يدل على علمه، كلامه القديم دلالته تخالف الدلالة، تخالف ما يتعلق به العلم مثلا، الإخبار القديم هكذا فكروا، الإخبار في الكلام القديم يدل على شيء غير واقع مثلا، يكون يخالف علمه مثلا، إذا كنت تقصد هذا ليس، لا أحد يستطيع أن ينسب للأشاعرة أو أن يحتمل هذا الاحتمال في كلامهم حتى يلزمهم، هذا أصلا ليس شيئا مبحوثا عنه عندهم. إذن الكذب تتكلم عن ماذا؟ الكذب خلق شيء يكون سببا عاديا في خلق شيء آخر في نفس العبادة، الاعتقاد حاصل يعني توهم، جهل مركب. خلاصة الأمر في هذه المسألة، هل لله تعالى هل يمكن أن يخلق الله تعالى الجهل المركب في قلوب العباد جبرا وقهرا؟ هل يمكن أن يخلق الله تعالى الجهل المركب في قلوب العباد قهرا وجبرا أو لا؟ يمكن، انتهى الكلام يعني، ولا مانع منه، وهذا لا يسمى كذبا ولا بطيخ يعني. طيب، وحتى قال إمام الحرمين إلى آخر كلامه، لا يمكن التمسك في تنزيه ربي جل جلاله عن الكذب بكونه نقصا، لأن الكذب عندنا لا يقبح لعينه، يعني إذا كان الكذب فعل من الأفعال، إذا كنت تسمي هذا الفعل خلق كذا هو كذب، يعني كذب من حيث كونه فعلا ليس شيئا ناقصا عندنا بذاته يعني. وحتى قال صاحب التلخيص، لا أعرف من هو، هل هو الباقلاني أو غيره، هل موجود في كتبكم في طبعاتكم الإشارة إلى صاحب التلخيص، يعني إلى تعيين صاحب التلخيص، يعني للإمام الجويني بحسب ما أذكر كتاب في أصول الفقه التلخيص ولخص التقريب والإرشاد الصغير للإمام الباقلاني، لكن لا أظن هو هذا المقصود، لأنه قال إمام الحرمين ثم وقال صاحب التلخيص كأنه واحد آخر، يعني لا أظن أنه التلخيص المعروف في البلاغة يعني القزويني. لا أعرف من هو والله أعلم، على كل حال شيء ديو أبو إسحاق الإسفرائيني، أبو إسحاق الإسفرائيني، ها تمام، جميل جميل جدا، هو قبل الإمام الجويني، تمام. هو ما اسم الكتاب؟ جميع اسم الكتاب كتاب التلخيص
لأبي إسحاق الإسفرايني. يمكن والله جميل. والظاهر أنه كما قال سلمان إذا كان هناك لأبي إسحاق الإسفرايني الأستاذ كتاب اسمه التلخيص، وغالبا يكون هو هذا صاحب التلخيص هو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني. الشهرستاني'nin de varmış abi. للشهرستاني. تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام في الكلام. ها تمام، يمكن الشهرستاني أيضا، لأنه يعني خصوصا بعد الإمام الجويني قد يكون يعني أولى من هذه الجناة. تمام، تلخيص الأنام. طيب تمام، جميل جدا. تمام، يمكن أن يكون الشهرستاني. على كل حال، قال صاحب التلخيص: الحكم بأن الكذب نقص إن كان عقليا كان قولا بحسن الأشياء. يعني مناقشات صاحب التلخيص والإمام الجويني في صحة استدلال معين، هل هو ينبني على الحسن والقبح أو لا، حتى نناقش خلق المعجزة على يد الكاذب. يعني مناقشة داخلية. تمام، مناقشة داخلية. نعم، لأنهم عجزوا عن يعني نفس المسألة، الكذب في الكلام القديم، كيف ندفع الكذب في الكلام القديم. يعني تحيرنا يعني، وإلا نحتاج إلى الحسن والقبح العقلي، إن لم لا نستطيع، وإلا لا نستطيع يعني أن ندفع الكذب عن الله تعالى بالنسبة للكلام القديم. طيب، لأن الكذب عندنا لا يقبح لعينه، لا يقبح لعينه. نعم، وحتى قال صاحب التلخيص: الحكم بأن الكذب نقص إن كان عقليا كان قولا بحسن الأشياء وقبحها عقلا، وإن كان سمعيا لزم الدور. وقال صاحب المواقف: لم يظهر لي فرق بين النقص العقلي والقبح العقلي. هذا كلام الماتن، يعني نقل عبارة إيجي صاحب المواقف معنا، يقول: بل هو بعينه كذا هو فيما وقفت عليه من نسخ المتن، يعني متن المسايرة، متن المسايرة، وهو نقل عن المواقف بالمعنى. وعبارة المواقف، لا بد أن نرجع إلى عبارة المواقف حتى نرى بعد المسألة في التحير أو تعجب الإمام التفتزاني، صح؟ أن نمشي على نفس عبارة المواقف. قال: لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل والقبح العقلي، فإن النقص في الأفعال هو القبح العقلي. يمكن أن يقبل، يمكن أن يرد، يعني هذه العبارة من من الإيجي، يعني بحسب ما يفهم من القبح العقلي، هل تتكلم عن محل النزاع أو المعنى الأول أو الثاني، أي شيء تتكلم لما تقول القبح. يعني إذا كنت تقصد فقط القبح العقلي المعنى الأول الذي هو محل الاتفاق، نعم النقص في الأفعال هو القبح العقلي، لكن لا يظهر هذا، بل هو النقص في الأفعال وهو قبيح في حق الله تعالى، نتكلم عن المعنى الثالث، ولا يوجد قبح عقلي بالمعنى الثالث عند الأشاعرة، لا يوجد قبح يعني بالمعنى الثالث. وبهذا المعنى أصلا لا يتصور نسبته إلى الفعل، كون الفعل ناقصا أو قبيحا عقليا، صح؟ يعني في شيء غموض في نفس هذه المصطلحات يعني، وفي هو عينه يعني أو دعواه، فإن النقص في الأفعال هو القبح العقلي، في نفس التحير، يمكن تحير الإمام الإيجي في بعض الألفاظ يعني، لكن كونه تحير في بعض الألفاظ، والتفتزاني يستغرب من تحيره في دلالات هذين المصطلحين، يعني في سياق المناقشات، يعني كيف نربط بمحل النزاع ومحل الوفاق. يعني هذا ليس أمرا كبيرا، هين يعني، الأمر أهون مما نتصور. تمام، انتهى. وكل هذا منهم، أي من القائلين المذكورين للغفلة عن محل النزاع، حتى قال بعض محقق المتأخرين منهم، شوفوا أقول حتى قال، يسوق هذا الكلام من التفتزاني كأنه هو يؤيده في نسبة التحير للأشاعرة والغفلة عن محل النزاع. تمام، ويسوق بهذا الموضع، لكنه ليس هذا مقصود الإمام التفتزاني أبدا. من يرجع إلى شرح المقاصد لا يرى في سياق الإمام التفتزاني ما يمكن أن ينسب إليه من دعوى الغفلة عن محل النزاع والذهول
عن محل الوفاق ظهور الأشاعرة إلى آخر مثل هذه النسب أبدا يعني، تمام؟ غاية الأمر أنه يستعجب يستغرب من الإيجي كيف التبس عليه بعض المصطلحات، ضبط بعض المصطلحات، غاية الأمر هذا. يعني هو يقول كذا كذا ثم يقول حتى قال بعض المحققين، يعني كأن الإمام التبتزاني يؤيد الإمام ابن الهمام في نسبة الغفلة والذهول كثيرا ما إلى كبار الأشاعرة يعني. ومن المقصود من كبار الأشاعرة؟ الإمام الجويني والباقلاني وأمثالهما يعني. هل الإمام التبتزاني ينسب في سياق كلامه في شرح المقاصد شيئا من هذا المعنى إلى هؤلاء الأكابر؟ لا أبدا، لن تجدوا يعني. اذهبوا إلى عبارة شرح المقاصد واقرأوا يعني. أنا قرأت وفتشت حوت لم أجد يعني. هو ينقل هذا، يتعجب من ضبط المصطلحات، كيف يعني شك في هذه المصطلحات أو خفي عليه يعني بعض الأشياء. نعم. حتى قال بعض محقق المتأخرين منهم أي من الأشاعرة، وهو المولى سعد الدين في شرح المقاصد صفحة 105 في الطبعة العثمانية المجلد الثاني، بعدما حكى كلامهم هذا الذي أوردناه عنهم إلى آخر كلام المواقف، وأنا أتعجب من كلام هؤلاء المحققين الواقفين على محل النزاع. يعني وأيضا التفتزاني لم يسق هذا الكلام، كلام الإمام الحرمين وكلام صاحب التلخيص نقلهما التفتازاني في شرح المقاصد، لكن لم ينقل هذين الكلامين على معرض أنهم تحيروا في دفع الكذب عن الله تعالى، كيف يدفعون الكذب عن الله تعالى بناء على أنه النقص. لا، ليس بهذا الموضوع، بل في نفس بعض الاستدلالات هل تصح أو لا، هل بعض الاستدلالات ينبني على الحسن والقبح أو لا، في هذا المعرض أتى يعني. بل هو استمد من تحقيقات الإمام الجويني، بل هو وافقه الإمام التفتزني، يوافق الإمام الجويني وصاحب التلخيص في أن الاستدلال بمثل النقص كذب، في أنه في خلق المعجزة على يد الكاذب، تمام، أو منع الكذب في حق الله تعالى يعني. طيب، وهو في سياق نفس طبعا الإلزام المعتزلة المتكلمين بأنه يلزم الكذب يعني ويبطل مباشرة يعني، تمام. اذهبوا واقرأوا، هل حقيقة التبتزاني يعني يؤيد ابن الهمام في التحير، هؤلاء أكابر الأشاعرة تحيروا في دفع الكذب عن الله تعالى، إنه إن قلنا أنه نقص لوقعنا في الحسن والقبول العقلي، ماذا نفعل؟ تحيرنا يعني. لا أحد تحير من كبار أئمة الأشاعرة أبدا، وكلامهم واضح ودعاويهم صريحة ومناقشاتهم صريحة، ولم يظهروا أي شيء من التحير يعني، لا الإمام الباقلاني ولا الجويني يعني. عقولهم واضحة في الحسن والقبح العقلي، ولا يخافون من التزام بعض التشنيعات، يعني أنت تنسب لله تعالى الكذب، يقول هذا ليس نسبة للكذب، خلق معجزة على يد الكاذب يعني، انتهى يعني. طيب، وأنا أتعجب من كلام هؤلاء، هذا كلام الإمام التفتزاني، وأنا أتعجب من كلام هؤلاء المحققين الواقفين على محل النزاع في مسألتي الحسن والقبح. العقليين، كيف لم يتأملوا، هذا من الشارح ليس من كلام الإمام التفتزاني، كيف لم يتأملوا أن كلامهم هذا في محل الوفاق لا في محل النزاع؟ والله أعلم يعني، هذا ما يبدو لي أنه الاستفادة استمداد بكلام التفتزاني ليس صحيحا يعني، في نسبة التحير الشديد يعني للكبار الأشاعرة يعني. الغاية الأمر في مسألة واحدة معينة في صحة الاستدلال، هل هو ينبني على الحسن والقبح أو لا؟ إذا ينبني لا نستخدم هذا الشيء، فنتكلم بشيء آخر. فإن قيل محل النزاع ومحل الوفاق إنما هما في أفعال العباد لا في صفات الباري سبحانه، شوف الفعل والصفة، الشارح أشعر بالمشكلة يعني. قلنا لا خلاف بين الأشعرية وغيرهم في أن كل ما كان وصف نقص في حق العباد فالبارئ تعالى منزه عنه وهو محال عليه تعالى، تمام.
والكذب وصف نقص في حق العباد. لكن ماذا تقصد بالكذب؟ الكلام القديم أو اللفظي الحادث الذي يدل على الكذب في الكلام القديم؟ هذا لا يحصل أصلا. أو خلق اعتقاد في نفوس الناس بواسطة خلق المعجزة على يد رجل كاذب. ماذا تقصد يعني من الكذب؟ نعم، والكذب وصف نقص في حق العباد، فهو في حق الله تعالى أيضا نقص. فإن قيل لا نسلم أنه وصف نقص في حقهم مطلقا، يعني في حق العباد، يعني حتى حق في حق العباد صح عند الأشاعرة، ليس الكذب قبيح مطلقا أو وصف نقص صح عندهم عند الأشاعرة، بل يختلف بالاعتبارات. إن شاء الله سننتهي هنا في بداية. ثم قال صاحب العمدة إنه مسألة جديدة سيكون. فإن قيل لا نسلم أنه وصف نقص في حقهم مطلقا، لأنه قد يحسن الكذب في حق العباد صح؟ يعني مثلا بين الزوج والمرأة، الزوج يكذب على مرأته صح؟ يعني هذا سمح له في الشرع أيضا، أذن له في الشرع مثل هذه الأمور. بل قد يجب الإخبار لسائل عن موضع رجل معصوم يقصد قتله عدوانا. بل قد يجب، يعني الكذب الخبر الكاذب، قد يجب يعني القول بالكذب اختيارا من الكاذب. بل قد يجب الإخبار لسائل، لرجل يسأل، لرجل ظالم مثلا يسأل عن موضع رجل معصوم مثل النبي مثلا، رجل سلطان ظالم يتابع نبيا يريد أن يقتله، ويدخل النبي في بيت أحد وهذا الظالم يأتي ويقول هل في بيتك هذا النبي، ويجب عليه أن يكذب حتى ينقذ حياة النبي. فيقول الإخبار لسائل مثل الظالم عن موضع رجل معصوم يقصد قتله، يعني هذا السائل الظالم يقصد قتله، قتل ذلك الرجل عدوانا، يعني قتل النبي عدوانا. تمام، الضمير في يقصد، الضمير المرفوع المستتر في يقصد يرجع إلى السائل، والضمير في قتله يرجع إلى الرجل. تمام، الرجل عدوانا يعني ظلما، عدوانا يعني ظلما. قلنا لا خفاء في أن الكذب وصف نقص عند العقلاء، وخروجه لعارض الحاجة للعاجز عن الدفع إلا به لا يصح فرضه في حق ذي القدرة الكاملة الغني مطلقا سبحانه، فقد تم كونه وصف نقص بالنسبة إلى جناب قدسه تعالى، فهو مستحيل في حقه. يعني خلاصة الجواب يقول أن العباد يحتاجون إلى مثل هذا الفعل الكذب في بعض الأحيان لعجزهم عن دفع الظلم الظالم، لكن الله تعالى بما أنه لا يحتاج إلى، فهو قادر مطلق لا يحتاج إلى أي شيء ولا يعجز عن دفع ظلم الظالم، فلا يتصور في حقه الكذب، وإن كذب حاشاه يكون في حقه نقصا مطلقا، لأنه لم نحسن الكذب في حق العباد إلا في مواضع بسبب عجزهم، بما أن العلة ارتفعت، علة العجز ارتفعت، عاد الأصل وهو كون الكذب قبيحا صح؟ وهو كون الكذب قبيحا، بما أنه لا توجد العلة في حق الله تعالى، الأصل أن يكون الكذب أيضا وصف نقص وقبيح في حق الله تعالى، والله تعالى منزه عنه، فلا بد من القول بالحسن والقبح العقلي حتى ندفع الكذب عن الله تعالى. ما رأيكم؟ هل تستطيعون أن تردون على هذا الكلام؟ هذا الكلام ليس صحيحا صح؟ هذا الجواب في خلط، يعني في خلط يبدأ طبعا من أصل المسألة، يعني كون الكذب وصف نقص إلى آخر. يعني hocam şöyle bir şey diyebilir miyiz? Zaten kezbe vasfı nakız dediğimizde sıfat, yani bunun sıfatı zatiyesi olduğunu söylüyoruz. Yani onun kendisinden olan bir şey. Sıfatı zatiyeler ise şeylerden asla ayrılmayan şeylerde, bir nevi mahiyet gibi. Böyle olduğu için yani
Ha böyle bir durumda ayrıldığı vakit zaten biz iddiamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani bu sıfatın naks değil. Hani böyle tikel bir örnekte naksın gerçekleşmediğini gösterdiğimiz vakit en azından o kizbin zatından naksa aldığımıza göre diğer yerlerde böyle yani naks olduğunu söyleyebilmek için delil getirmek gerekir ziyade olarak. Zatında böyle bir şey yok çünkü. جميل جواب أخينا حمزة إلزامي ويقول كل هذا الجواب في قلنا إلى آخر الكلام يتوقف على كون الكذب يتوقف على عدم كون الكذب صفة ثابتة في نفس الأمر بالنسبة للأفعال غير منفكة عن الأفعال أن الأفعال ليست في أنفسها قبيحة أو كذبة يعني أن الفعل الواحد باعتبار قد يكون كذبا يعني وقبيحا وباعتبار قد يكون حسنا وصدقا صح وصدقا وحسنا يعني هذا لكن جوابنا يبطل هذا الجواب بالنسبة لمن قال أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء لا صفة الحسن والقبح يدركهما العقل من الوجوه والاعتبارات في الأشياء يعني كلامك لا يرد على الجبائيين هذا الجواب صح؟ Ama bu cübbailer gibi kurmadı hocam yani direkt zattan gittiği için. يعني يحتاج إلى البيان فقد ذكر وصف نقص والوصف أعم من كونه شيئا في نفسها أو لا يعني قد يكون بالاعتبار وصف نقص يعني لو سلم أنه يعني بنى مذهبه على كون الحسن والقبح في الشيء نفسه لا بالوجوه والاعتبارات ما ردكم؟ يعني غير الجواب الإلزامي نحن أجيب بالجواب البرهاني يعني بناء على فهمنا يعني معنى الكذب ما تحقيق مدلول الكذب هل تقصد فعلا أو صفة أو كلاما يدل على شيء كاذب أو خلق هذا الكلام الذي يدل على شيء كاذب أو خلق اعتقاد بشيء كاذب إلى آخر مثل هذه المفاهيم يعني تعبتم نهاية الدروس طيب أترك لكم الجواب على هذا الجواب الرد على هذا الجواب أو على كل هذا المناقشة في هذه الفقرة يعني من بداية فإن قيل محل النزاع ومحل النفاق إلى آخر الكلام فيه إشكالات يعني أن لا يرد علينا هذا الكلام أصلا يعني نعم إن كنت تقصد الكذب في الكلام النفسي القديم وما معناه عندك نسأله إن كنت تقصد الكذب هو خلق شيء يدل أو يسبب تسببا عاديا إلى خلق آخر في قلوب العباد أنهم يضلون ويعتقدون بشيء كاذب أنه صادق ويحدث عندهم جهل مركب مثل هذا يعني فكروا يعني هذا الكلام لا يفيد شيئا يعني وصف النقص يعني إن قلت وصف نقص أو لم تقل وصف نقص هذا الفعل ممكن هذا الخلق ولا يدل على كذب في الكلام القديم لا علاقة له بالكلام القديم يعني صح؟ لا علاقة له بالكلام القديم طيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا كثيرا